الفوز نادي النور ألف مبروك لنادي النور سنامس كلها واللاعبين كلهم ألف مبروك فريق مية 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 سنابس بهالبطولة الغالية هذه، إن شاء الله المناسبات الجاية أحسن وأحسن، وألف ألف مبروك لأهالي سنابس كلها وأهل القطيف عامة. نزف لكم أسماء تهاني التبريكات وبارك لأهالي سنابس خاصة وأهالي القطيف عامة حصول نادي النور على كأس الأمير سلطان بن فهد للمرة السابعة، ونشكر اللاعبين اللي ما خيبوا ظنه وكلنا ثقة فيهم. الحمد لله رب العالمين، اللاعبين صراحة ما قصروا، ألف ألف مبروك لأبناء سنابس الكرام على هذا الإنجاز الطيب، مع أن الحمد لله رب العالمين مشاكل النادي كثيرة، لكن الشباب ما قصروا واللاعبين ما قصروا، وهذا شباب سنابس إذا بغى حاجة يبوها يبوها، إذا بغى حاجة يبوها يبوها، إذا بغى حاجة يبوها يبوها. ألف ألف مبروك لأهالي سنابس وأهالي القطيف للسنة الرابعة على التوالي. يعجز التعبير، والله يعجز التعبير. مبارك لأهالي سنابس في المقام الأول وجميع عشاق نادي النور من منطقة القطيف الحبيبة. والحمد لله أن نادي النور طلع هذا الموسم بأول إنجازاته، وفي النهاية نقول ما يصح إلا الصحيح. سنابس يستاهل كل خير، وأشكر اللاعبين واحد واحد ما قصروا وأبطال، واهديهم هالانجاز سنابس كلها حبيبي، سنابس تستاهل كل خير، سنابس تستاهل. الف الف مبروك لاهل سنابس ولا اللاعبين ما قصروا، الحمد لله على الفوز، وهذا ونهدي الفوز لسنابس كما قالوا سنابس تستاهل، سنابس تستاهل كل خير، كل 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 خير، سنابس تستاهل كل خير.
100.